وين باي انوي عرض ماكس ديال السخاوه غير عند انوي كيف ما غتشوفوا في لا فيديو. وين عرض 100% ديجيتال، يعني انك تقدر تتحكم في الفورفي ديالك بكل استقلاليه من السيت win.ma. كيمكن لك تختار الفورفي اللي بغيتي وتقدر تركبه كيف ما بغيتي، وتختار شحال من جيجا في الانترنت وشحال من ساعه في المكالمات اللي تحتاج في الشهر. اما المساجات ديما ليميتد، هادشي كامل بلا ما تحتاج تبدل نمرتك. ايه كيف ما كان لوبيراتور اللي مشترك معاه دابا تقدر تبدلو بعرض وين باي انوي ودير ما يسمى لا بورتابيليتي. ما عليك غير تدخل السيت win.ma ولا لابليكاسيون وين باي انوي، قاد الفورفي اللي مواتيك وكليكي على جو كونتيني. حدد واش تخلي النمره الحاليه ديالك ولا دير نمره جديده، ولا اختار وحده من النمرين المقترحه، يا اما برونز ولا سيلفر او جول. وكيمكن لك تبيرسوناليزي النيميرو ديالك كيف ما بغيتي، كونفيرمي وتسجل بفيسبوك اولا بالايميل ديالك وفاليدي. ودابا قال لك غير تدخل العنوان اللي بغيتي توصلك فيه لاكارت سيم، وتتاكد من المعلومات اللي دخلتي وتفاليديهم. في الخلاص اختار اللي مناسب، يا اما بالبطاقه البنكيه ديالك او لابليكاسيون ديال البنكه او انوي ماني اللي هو بصدام الكتروني كتحط فيه فلوسك وتتبقى تجريهم من تليفونك. وما تنساش باللي الفورفي وين راه بدون تكاليف الخدمه، يعني انك تخلص غير الفورفي اللي قديتي بدون تكاليف اخرى. من بعد الخلاص كيف ما قلت لك كتوصل لاكارت سيم حتى للدار. دخل لسباس كليون في السيت او لابليكاسيون، صور السيان ولا التيتر ديال الاقامه ديالك، وكمل تسجيل في لابليكاسيون، سيني الكونترا واكتيفي لالي. وهنا ساليتي وقضيتي الغراض غير بالتليفون من بلاصتك وبلا ما تخلص تكاليف الخدمه، وكتاكتيفيها بلا ما ديبلاصا لاجونس. ونزيدك تقدر تتبع الاستهلاك ديال الفورفي ديالك اون طون غيال، وتعرف شحال باقي عندك من جيجا والسوايع ولا زي اس ام اس. وخاصك تعرف باللي الفورفي اللي خديتي كتقدر تبدلو كل شهر على حساب الكونسوماسيون ديالك، يا اما تنقص منه ولا تزيد فيه وبدون تكاليف. وإلا كنتي مسافر ولا عندك شي سبب بغيتي تحبسو شي شهر يمكن ليك. عرض وين باي انوي راه بدون التزام، كتعاود تخلص فاش كترجع والنمره ديالك كتبقى عندك. وإلا احتاجيتي المساعده لو سيرفيس كليون راه الاشاره ديالك في لابليكاسيون من 8 الصباح حتى 10 الليل كل نهار، وفي الفيسبوك وفي انستغرام وتويتر طوال ايام الاسبوع. انوي معكم كل يوم.